بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول من نظام الصوتيات، وهو النظام الرابع عندنا في كورس اللايت كارنت. كنا اتكلمنا قبل كده عن الداتا والتليفون، واتكلمنا كمان عن السي اس تي في، والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن نظام الصوتيات بشكل مفصل بإذن الله تعالى. نظام الصوتيات هنبتدي نتكلم عن الأجهزة الموجودة في نظام الصوتيات، وبعد كده هنتكلم تصميميا بنصمم الموضوع ازاي، وبعد كده ان شاء الله هنتكلم بشكل عملي على الاوتوكاد وننفذ، واي ملاحظات في النص هنقولها ان شاء الله خلال العملي. اول حاجة نظام الصوتيات، المدخلات اللي بتدخل على الصوتيات. المدخلات عندي مايكات سواء كانت سلكي او لا سلكي، عندي محطة اسمها اف ام ستيشن او اف ام اي ام ستيشن او دي في دي بلاير. اي مدخلات صوتية بتدخل على فين؟ على الميكسر امبليفاير. في الحقيقة عندنا اتنين، ساعات بيبقى الميكسر والامبليفاير مدمجين، ساعات بيبقى كل واحد لوحده، هنتكلم عنهم لما نوصل ان شاء الله. وهنتكلم بعد كده عن الفوليوم كنترول، هنتكلم عن السماعات السقفية، هنتكلم شوية عن الهورن والسماعات الحائطية، واكيد اي نظام هيبقى له راك خاص بيه او بيتحط مع الراك الرئيسي على حسب حجم المشروع. يلا نبدأ من الصفر كده. ده الميكسر امبليفاير، بتتربط بيه المايكات كمدخلات، بيخرج الصوت على السبيكر كمخرجات. انواع المايكات، المايكات في منها بواير، وفي منها بواير بيبقى عادي ولو ستاند، وفي منها بيبقى مكتبي، مايك مكتبي، وفي مايكات بتبقى وايرلس سواء كانت هاند او كانت بتتعلق في الصدر. يبقى ليها، لو بتتعلق في الصدر بيبقى ليها ريسيفر وسندر، السندر بيبقى مع المايك والريسيفر بيبقى بيتحط عند الامبليفاير، وده بيبقى الريسيفر بتاعه برضو عند الامبليفاير، هنوصل لهم ان شاء الله ونتكلم. ده السلك المايك، المايك عادي بيبقى كابله هنتكلم عنه ان شاء الله. وده الوايرلس، بيبقى عندي مايك وبيبقى فيه محطة ارسال، بترسل لاتنين مايك او لواحد مايك على حسب النوعية، بتبقى دي مربوطة بالامبليفاير، او بيبقى المايك بتاع الايه اللي بتحط على الصدر بتاع التصوير او بتاع المساجد، والناحية التانية مربوطة في الميكسر. وده المايك المكتبي، لكن ده مايك فيه اوبشن اكتر، بيستخدم في الاستدعاء، بيبقى فيه رسالة صوتية او بيستدعي حاجات، ده اعلى شوية، ليفل اعلى شوية من المايك المكتبي العادي، يبقى عبارة عن مايك او مايك بزرار. تمام، هنتكلم دلوقتي عن لقمة الصوت. دي لقمة صوت بتتحط في العلبة الارضية او في الحائطية، لو انا كنت عايز استخدمها، انا في مكان في قاعة وانا عايز احط لقمة ورا الراجل اللي بيحاضر عشان اربط مايك بواير، فبيبقى ده شكل اللقمة. تمام، لكن الجاك بتاعها اسمه 3.5 ملم جاك، اللي هو نفس جاك السماعات بتاع الموبايل، بينما الجاكات التانية اللي موجودة اللي هو ده 3.5، ده 3.5. الجاك اللي بعديه ده اشهر جاك في نظام المايكات السلكية، اسمه جاك XLR. XLR التوصيلة دي اسمها XLR، ليها 3 بن، والناحية التانية هي اللي بتدخل في المايك، وده له شكل تاني بيبقى شكله كده او كده، هو نفس النوع XLR. وده المايك اللاين، ده الخط بتاعه اسمه لاين، جاك اكبر كبير شوية بيدخل في الميكسر امبليفاير. تمام، بعد ما تكلمنا عن المايكات هنروح نتكلم عن الفوليوم كنترول. الفوليوم كنترول هو جهاز واحدة بتتحط في الحيطة، بتتحكم بمستوى صوت السماعات الموجودة في الأوضة. المستوى ده بيبقى مدرج لمستويات، النقطة الواحدة فيه بتغير بتلاتة ديسيبل. تمام، هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن زي ترانسفورمر صغير بيلعب في الامبيدنس بتاعت السماعات فبيقللها. هنلاقي مكتوب عليه فوليوم كنترول لاين فولتج، ده مع بيشتغل في نظام 100 ان شاء الله هنشرحه، والريتد باور بتاعه 20 واط، برضه هنتكلم عن المواضيع دي. ودي اشكاله، في منه 10 واط، في منه 50، في منه 25، في انواع كتيرة، في منها بيبقى 70 الاوتبوت، 70 فولت او 100 فولت الى اخره.
هنتكلم بقى عن الميكسر امبليفاير. الميكسر امبليفاير هو اساس نظام الصوتيات، هو المتحكم الرئيسي في الموضوع. طب ايه الفرق بين الميكسر والامبليفاير؟ قال لك في انواع بيبقى فيها ميكسر زيرو بار، بيبقى ميكسر عبارة عن زراير بتتحكم بالفوليوم، بتتحكم بالبان بتاعه، هل انا هشغل السماعات اليمين لوحدها او الشمال لوحدها، بيتحكم بمستويات الصوت اللي هو الرينج بتاعه، كل صوت بيبقى 3 رينج، بيبقى اللو اللي هو الترددات المنخفضة في الصوت اللي هي البيز اللي بيبقى الصوت التخين ده، او الصوت المتوسط اللي بنتكلم بيه، او الصوت العالي عند الغناء بيبقى ايه الفريكوينسي العالي ده. فبيبقى ده اسمه ميكسر، بيبقى خاص اكتر بالحفلات وبالناس اللي بتستخدم ميوزك، او بالحفلات او في الجوامع بنلاقي الميكسر فيه اوبشنز كتيرة، ايكو بيبقى تردد الصوت بيلعب بالايكو، نوعه سرعته طريقته الى اخره. ده الميكسر. لو كان الميكسر منفصل لوحده لازم يجيله امبليفاير خاص بيه، مبيبقاش فيه زراير، او بيبقى فيه مبيبقاش فيه زراير، بيبقى فيه فوليوم ماستر بس، وكل الصوت بياخده من الميكسر هو عبارة عن ايه، بيضخم الصوت ده وبيديه الباور على السماعات. اما النوع الاكثر شيوعا في نظام الباور ديستريبيوشن اللي هو احنا بنشتغل في صوتيات في قاعة، صوتيات خاصة بمبنى اداري، ببنك، بمستشفى الى اخره، بل الموضوع الطف شوية من الحفلات واماكن المسارح والسينمات والكلام من ده. بيبقى الميكسر والامبليفاير مدمجين ببعض، هو اساسا امبليفاير، هو الحاجات الموجودة كلها باور وكبيرة ونلاقي وزنه تقيل، لكن في ميكسر بسيط بيعلي الصوت وبيوطيه او بيختار الزون اللي هو شغال عليها، وفي بيز وتريبل واي واكس انا لو انا بدخل، تمام، وده السيلكتور بتاع الزون لو انا زون واحد او زون او اتنين زون. شكل الامبليفاير او توصيلته من ورا، بيبقى عندي زرار باور وبيبقى عندي اماكن للمايكات، مايك 1 2 3 4 مثلا، بندخل مايك عادي واتنين هنا للوايرلس زي ما اتكلمنا في محطة وايرلس ارسال، يبقى اتنين مايك استقبال موصولين عليها، او بيبقى عندي اي او اكس بدخل اي او اكس، او اي رسالة مسجلة او دي في دي بلاير او اف ام راديو ستيشن الى اخره. الخرج عندي يبقى هنا الروزتات بتاعة الخرج لكل السبيكر بكافة انواعها، سواء كانت سيلينج او هورن او وول مونتد باشكالها، تمام. في مكان لو انا انقطعت عندي الكهرباء وما فيش يو بي اس، عايز اوصل بشكل بطاريات مباشر سواء 12 فولت او 24 على حسب نوعه. طيب ده بالحقيقة هو شكله كده بشكل اوضح، ده المايك الاول تاني تالت رابع خامس سادس، يبقى جزء منهم اي او اكس زي ما مكتوب هنا، اي او اكس 1 اي او اكس 2 او مايكات، تمام. خلينا نقرب شوية نشوف، ده الريموت فوليوم وده باور ريموت، هنا في اي او اكس بس على شكل اوديو فيديو مدخل، تمام. هنا الريك اوت لو هاخد من الميكسر واسجل صوت بخرج منه هنا، او لاين اوت ابتدي اخد من هنا واربط على ميكسر تاني امبليفاير تاني، تمام. ودي روزتات الخرج لو انا عندي نوعين. قال لك اي ميكسر امبليفاير الكبير بيبقى فيه نظام على 70 فولت وميت فولت، اما الصغير ممكن يبقى نظام واحد، يعني زي الميكسر امبليفاير ده في نظام هو 100 فولت. بيفرق ايه؟ بيفرق معاك في الحسابات كلها الخاصة بالأوم والخاصة بالسبيكر. سبيكر بتشتغل كتير منها بيشتغل نظام 70 ونظام 100، وبرضو الامبليفاير بيخرج على النظامين. بتفرق ايه؟ بتفرق معاك في المسافات، لو انت في مسافات طويلة او النظام اكبر بتستخدم الميت فولت، نظام الميت فولت، وبيبقى زي ما هنشوف في السبيكر ايه اللي بيفرق في الاوم بتاعه بتاع السماعة نفسها، تمام. ده شكله زي ما قلنا من ورا، يلا نشوف. وده شكل تاني لو قال لك ايه كل الحاجات بتتوصل بنفس الشكل. هنا لو انا عايز احط واحد امبليفاير تاني بوصل ده اللاين اوت عليه وباخد امبليفاير تاني بيشتغل عليه، بس ما بيبقاش بيخرج باور هنا، ما بيخرجش باور، هو بيخرج باور هنا على سماعات،
اما لو اخدت من المخرج ده وجيت اشغل سماعة مش هتشتغل معايا، ده لاين زيه زي المخرج اللي بيطلع من الايه، من الموبايل. انا في الموبايل ينفع اشغل سماعة على الموبايل على طول ما فيهاش باور؟ لا ما ينفعش، لازم يبقى فيه باور. دركة صوتيات يبقى مرصوصة، احنا اتكلمنا عن الركات بشكل موسع، بتبقى رك صوتيات ممكن يبقى رك لوحده كده ومرصوصة فيه الامبليفاير كلها فوق بعض اللي بتغذي مناطق معينة ادوار معينة الى اخره. يبقى عندي الاف ام اي ام راديو ستيشن، تمام، وبتبقى متوصلة الحاجات كلها مع بعض. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنتكلم فيه عن الاف ام اي ام ستيشن، وهنتكلم عن السبيكرز بانواعها باذن الله.